نادي بيراميدز خسر امام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجه 3-0 في مباراه لجامعتهم على استاد مازيمبي في اطار الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. وودع بيراميدز دوري ابطال افريقيا قبل الجوله الاخيره من دور المجموعات، ويحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما يحتل مازيمبي في المركز الاول ب10 نقاط. نادي الزمالك أدى مرانه الأخير استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز النزول بالحمل البدني للاعبين حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد. وحرص مدرب حراس الزمالك على عقد جلسة خاصة مع محمد عواد حارس الفريق على هامش الميران، شرح فيها بعض التعليمات الفنية المطلوبة تنفيذها. فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك فاز على فريق سبورتينج بنتيجة 3-0 في إطار دور نصف نهائي السوبر المحلي لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي على صالة اتحاد الشرطة بدراسة. وبيتنافس الزمالك مع الأهلي في النهائي، بينما يلتقي سبورتينج مع الصيد في مباراة تحديد البرونزية. فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فاز على فريق الصيد بنتيجة 3-0 في إطار دور نصف النهائي السوبر المحلي لسيدات الكرة الطائرة للموسم الحالي على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة اللي هتستضيف النهائي أيضا. الثلاثي المصري هانيا الحمامي ونوران جوهر ومصطفى عسل تأهلوا للدور ربع النهائي ببطولة ويندي سيتي للأسكواش اللي بتستضيفها شيكاغو الأمريكية في الفترة بين 21 إلى 28 فبراير، وده بمجموع جوائز مادية بتصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وفازت هانيا الحمامي على روان العربي بنتيجة 3-0، أيضا فازت نوران جوهر على سلمى هاني بنتيجة 3-0. كمان مصطفى عسل حقق الفوز على سابستيان بوناماليزا بنتيجة 3-1. فريق برشلونة حقق الفوز على فريق ختافي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري الإسباني، وبيحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما بيحتل ختافي المركز العاشر برصيد 34 نقطة. فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تعادل مع فريق أليميريا بنتيجة 2-2 في مباراة أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني، وبيحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، ويأتي أليميريا في المركز العشرين والأخير برصيد 9 نقاط. فريق فولهام حقق الفوز على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة 26 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز الـ 12 برصيد 32 نقطة. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حقق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة 1-0 في مباراة لجامعة الفريقين على ملعب فيتاليتي ضمن مباريات الجولة 26 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر ليفربول، فيما تراجع بورنموث إلى المركز الـ 14 برصيد 28 نقطة. فريق أرسنال فاز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في المباراة لجامعة الفريقين ضمن مواجهات الجولة 26 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي حافظ أرسنال على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، وتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن ب 37 نقطة. فريق نانت الفرنسي اللي بيضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد فاز على لوريان بنتيجة 1-0
في المباراة اللي أقيمت على ملعب موستوار ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الفرنسي، وبيحتل لوريان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما بيحتل نانت المركز الـ 12 برصيد 25 نقطة. وفريق بايرن ميونخ فاز على فريق لايبزيج بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعت بينهم على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الألماني، وبيحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الخامس برصيد 40 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية مكملين معكم فقرات صباح خير يا مصر.